نادي طبيبات المستقبل في جامعة الأميرة نورة له العديد من الأهداف والتطلعات التي يتمنى الوصول إليها. كيف هذا النادي بيقدر يساعد طبيبات المستقبل وإيش أهدافهم وطموحاتهم؟ طبعا عشان نتحدث عن النادي هذا بشكل أكبر وأوسع معنا طبيبتان مستقبليتان، الهنوف العبدلي رئيسة النادي الطلابي لكلية الطب البشري، وعروب المقاطي رئيسة العلاقات العامة في النادي. أهلا بكم طبيبات المستقبل. أهلا وسهلا. طيب في البداية الهنوف، عرفينا إيش هو هذا النادي؟ حقيقة نادي طبيبة المستقبل هو إحدى النوادي الطلابية زي أي جامعة أو أي كلية أخرى، في نوادي طلابية تكون في هذه الجامعات، فجامعة الأميرة نورة وكلية الطب البشري بشكل خاص نادي طبيبة المستقبل هو إحدى هذه النوادي. فهذا النادي قد أسس عام 2016 تقريبا، وتمت رئاسة هذا النادي على يد إحدى طالبتين على مدى سنتين، وهذه السنة الثالثة تكون الحمد لله برئاستي. حلو جميل. يعني عروب، طب يا ريت لو تكلمينا كمان عن أهداف النادي. في البداية النادي له هدفين أساسيين. الهدف الأول هدف يخص المجتمع، بحيث أنه إحنا ننشر الوعي والثقافة الصحية للمجتمع. الهدف الثاني يركز على طالبات الطب عموما، بحيث أنه إحنا نعطيهم الدورات التأهيلية والبرامج التعليمية. حلو. وأيضا هنالك أنشطة لا منهجية تكون متنفس لطلبة الطب. طيب خلينا نتكلم أكثر على دور النادي مع طالبات الطب. إيش ممكن يقدر يساعد في إنه يسوي لهم غير البرامج اللي ذكرتها عروب؟ تمام. حقيقة النادي يتكون من أكثر من لجنة، من ضمنها اللجنة الأكاديمية، لجنة شؤون الطلاب أو الطالبات، وكذلك لجنة العلاقات العامة ورئاستها زميلتي عروب، وكذلك عندنا لجنة الأبحاث العلمية للطلاب ما قبل التخرج، واللجنة التطوعية. إيش يقدر يوفر لهم؟ هذه اللجان تساعد الطالبات، وخصوصا زي ما احنا عارفين الآن رؤية 2030 تساعد في صقل المواهب والمهارات في الطالب أو في الفرد على الصعيد الشخصي. صحيح. فنادي طبيبة المستقبل الحمد لله بإذن الله قاعد يساعد في صقل هذه المواهب بجانب الدراسة والعلوم اللي قاعد تأخذها الطالبة. جميل جدا. طيب عروب، أنا أعرف أنكم أنتم بتقوموا بحملات في النادي دي. صح. إيش الحملات اللي أنتم بتقوموا فيها؟ الحملات أولا إحنا تمر ببروسس معينة. أول حاجة أنه نشوف المشاكل المنتشرة في المجتمع والمفاهيم الخاطئة اللي إحنا ممكن نقدر نصححها للمجتمع. وبعد كذا راح نشوف الفئة المستهدفة. فمن خلال هذا من خلال الفئة المستهدفة راح نشوف إذا ستقام هذه الحملة في الجامعة ويكون الفئة المستهدفة الطالبات فقط، أو تكون على شكل واسع للمجتمع وتكون في مولات أو أماكن مفتوحة. عروب، يعني لفت نظري انه شكلك مره صغير ما شاء الله، وانت رئيسة النادي. يعني على اي اساس يتم اختيار رئيسة النادي؟ هل بتسووا تصويت؟ هل في احد بيرشحكم ولا كيف؟ حقيقة العمر ما يفرق. تمام. يعني سواء كان اذا الطالبة في سنة اولى او اكبر من سنة اولى. يعني احنا عارفين الطب ما شاء الله لين 7 سنوات. لين 7 سنوات. صحيح. كثير يعني. صحيح. خصوصا الرئاسة والأشياء اللي فيها الشغل، يفضل أنها تكون الطالبة متفرقة قليلا. يعني لما تكون الطالبة في سنوات أعلى يزداد الضغط عليها. مزبوط. صحيح. فرئاسة النادي تتم عن طريق تصويت زي ما ذكرتي، ولكن هذا التصويت ما يتم يعني الطالبات اللي كانوا رئيسين للنادي. تمام. أو أعضاء أو خلينا نقول نائبات. تمام. وإلها علاقة مع مثلا خلينا نقول عروب وأنا. تمام. عروب ما تصير تصوت لي. أيوة. تمام. ما تصير مثلا وكلاء الشؤون الطلابية زي الدكتورة أمل فهمي أو الدكتورة هنادي تصوت لي أنا. مصبوط. تمام. فيصير التصويت عن طريق الأعضاء، بحيث أنه مثلا هذه الطالبة لها مؤهلات، إيش هي هذه المؤهلات، تنذكر عن طريق الاستبيان، وبالتالي يصير التصويت. وإنتي كمان تبدي استعدادك يعني أنه أنا أبغى. صحيح. طيب كمان خلينا أسألكم عن التعاون بينكم بين المستشفيات. هل في تعاون بينكم وبين المستشفيات؟ صحيح. في هناك تعاون بيننا وبين المستشفيات وكذلك الجهات والجمعيات، وعلى حسب نوعية النشاط أو الفعالية وعنوانها يتم استهداف هذه المنشأة أو الجهة بحد ذات.
عرب أيضا تكلمتي عن شيء مهم اللي هو توعية المجتمع. كيف لطالبة في تخصص الطب تقدر أنها تفيد المجتمع، وإيش دورها أو الخدمة اللي تقدر تقدمها للمجتمع في هذا النادي؟ أنا أشوف أنه طالب الطب مسؤول تماما عن نشر الثقافة والتوعية والثقافة الصحية لأي شخص، سواء من العائلة أو الأصدقاء أو أيضا للمجتمع. يعني لا يقتصر نشر الثقافة على حملات أو دورات معينة. الآن في وسائل التواصل الاجتماعي نشوف طلبة الطب ما شاء الله يعني نشيطين وقاعدين يقدمون نصائح ويتبادلون الخبرات، ولكن نرجع ونقول أنه النصائح هذه لازم تكون صحيحة ولها مصدر موثوق. جميل. طب هنوف، من فين بتلاقوا دعم للنادي ده؟ مين بيدعمكم؟ هل هذه كلها الأشياء اللي بتصير في النادي بناء على اجتهادات شخصية منكم أنتم عضوات النادي، ولا يجيكم دعم من أماكن تانية؟ تمام. بداية الدعم الحمد لله من الله، ثم من الكلية نفسها وعميدة الكلية الدكتورة نورة الزامل، وكذلك وكلاء الشؤون الطلابية دكتورة هناد ودكتورة أمل فهمي تحضل الجامعة. فبداية على حسب النشاط يتم زي ما ذكرت زميلتي عروب، الخطوات الرئيسية اللي هي الخطابات الرسمية اللي تتوجه من النادي أو أعضائه لحد الكلية وبالتالي للعميدة، فيتم بالتعاون كمان مع الجهات الرسمية يصير في دعم. إما أحيانا قد يكون الدعم المادي الرئيسي قد يكون من الكلية، وبالتالي الدعم المعنوي يكون من الجهات الموفرة. حلو. طيب أبغى أتعرف عليكم أكثر من ناحية تخصصاتكم، أو أنتوا في سنة كم الآن؟ أنت يا الهنوف كلنا من نفس السنة اللي هو سنة كم؟ سنة رابع بدون التحضيري ولكن خامس مع التحضيري. طب إيش طموحكم؟ إيش راح تتخصصوا بعد كده؟ بإذن الله تعالى يعني أنا أشوف أتمنى أني أكون أو أطمح لأن أكون الخط الأول في حياة جديدة لطفل جديد، أو أن أكون الخط الأول في حياة جديدة لجريح إن شاء الله بإذن الله، يا طبيبة جراحة يا نساء ولادة. أنا أطمح الصراحة أن تكون المرأة السعودية تثبت نفسها من خلال العالم، وأنه تثبت نفسها كونها طبيبة وعالمة ومفكرة، وتغير النظرة اللي قاعدين يشوفونا فيها العالم. جميل. حلو. بس برضو ما قلت إيش بتتخصصي الصراحة يعني لسه ما حد يفكر فيه. طيب بنات، كيف شفتوا إقبال طالبات الطب على هذا النادي؟ يعني أنا أعرف الطبيبات أو اللي زيكم لسه بيدرسوا طب ما عندها أصلا حتى وقت إنها تأكل، فكيف ما شاء الله تبارك الله أنتوا أو البنات التانية اللي مشاركين معاكم في النادي كيف كان الإقبال؟ كيف بتلاقوا وقت إنك أنت مثلا كطالب الطب إنك تسخري برضو جزء من وقتك إنك أنت تساهمي في انتشار النادي ده بشكل أوسع، تشتركوا في الحملات، بتجمع البنات تحت مظلة هذا النادي، كيف كان الإقبال بشكل عام؟ تمام. طبعا على مدى 3 سنوات هذه الأعضاء تم قبولهم على حسب معايير معينة. تمام. عن طريق مثلا مهارات الطالبة، يعني قدرتها على الرئاسة أو القيادة. تمام. وبالتالي يتم عن طريق هذه أو المواصفات إقبال الطالبة. تمام. فبعدها يصير على حسب الأوقات. أوكي. مثلا أنا عندي احنا ككلية طب اوكي راح نوافق الاوقات للحملات والفعاليات مع ما يوافق الطالبة في مجالها الدراسي. طبعا كلية الطب زي ما انتم عارفين شوي مضغوطة بالاوقات وزي كذا، فلذلك احنا نوافق بين الاوقات الطالبة وكذلك الحملات. ف اجتهاد الطالبة في هذه الحملات كان مقبل جيد علينا في السنوات الأخيرة. احنا ممكن نتكلم على حاجة، انه هذا النادي سميتوه نادي طبيبات المستقبل، هل هو نفسه أو له نفس أهداف نادي اتحاد الطالبات؟ يعني احنا عارفين في جامعة الأميرة نورة من أول ما بدأ، خصوصا في الجامعة الرئيسية الآن اللي هي عند المطار، صار في نوادي للطالبات. اتحاد الطالبات كان من أهمها، يمكن بحكم أنه رئيسة هذا الاتحاد بتفهم متطلبات الطالبات وما إلى ذلك وبتوصلها للجهات المعنية. هل هو نفسه ولا بس قائم فقط على المجتمع، توعية المجتمع وتوعية الطالبات؟ أيوة.
هو هذا هو بالضبط. 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 قد يكون النادي طبيبة المستقبل مخصوص لكلية الطب البشري في جامعة فقط. بالضبط. وبالتالي احنا نتفرع زي ما ذكرت زميلتي عروب اذا اما اجتماعية توعوية صحية او قد يكون للطالبات. جميل جدا. طيب عروب خليني اسألك، اخر حملة قمتوا فيها انتوا في النادي صح ايش هي؟ كانت حملة مشاكل العظام وكانت تحت إشراف دكتور معهد ساعاتي دكتور ثامر الشهراني، استضفتهم عندكم في لقاء يوم الجمعة. كانت في صحارى مول وكانت الفئة المستهدفة من الأطفال للكبار. يعني عروب أنت رئيسة العلاقات العامة في هذا النادي، كرئيسة علاقات عامة وطبيبة أيضا إيش دورك؟ أنا أعتبر حلقة تواصل ما بين النادي والمجتمع الخارجي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. ومن خلال التخاطب مع الجهات الرسمية اللي نحتاج منها الدعم أو التوثيق الإعلامي. يعني أنتم لكم الآن ما شاء الله 3 سنوات في هذا النادي، هل بتستضيفوا كمان من المتخرجات اللي سبقوكم اللي الآن أصبحوا لهم وزن في المجتمع ولهم مكانة في المجتمع بينهم يجوا يلقوا محاضرات للطالبات أو خلينا نقول لطبيبات المستقبل حتى يستفيدوا من تجربتهم؟ حقيقة احنا هذه الخطة من ضمن الخطط القادمة في السنة الجاية بإذن الله تعالى، احنا قاعدين نرتب عليها وانشئت الخطة الحمد لله، ولكن احنا في على وشك انها تفعل خلال السنة القادمة بان نوفر او نساعد الطالبات في توفير سوق العمل وكذلك استعداداتهم لاختبارات الهيئة السعودية زي ما احنا عارفين عشان التخصصات. فلذلك احنا في الخطة الجديدة حنستقبل هذول الطالبات المتخرجات حديثا ولذلك يعكسوا تجاربهم للطالبات او زميلاتهم في الكلية. اكيد هنوف العبدلي وعروب المقاطي يعني كل التوفيق لكم وان شاء الله يعني نشوفكم فعلا من احسن واكفأ الطبيبات السعوديات اللي عندنا، ونتمنى انه النادي يعني يكبر ويتوسع وينتشر باشرافكم وباشراف اللي راح يجوا بعدكم باذن الله. شكرا لكم. يعطيكم العافيه. شكرا مشاهدينا، فاصل ونواصل.